منتدى السجاد وحما دمت منتدى وحما عيش في الأوطان لعلا هما لذاك الإنسان لذاك الإنسان بالروح بالجسد الله الوطن الملك. شاعرة ومن يعني خصوصيات هذا اللقاء أن نتعرف أولا عليها وعلى يعني إبداعاتها قبل أن نمر إلى الاستماع إلى قراءة الأستاذ محمد الشنوف. فتتفضل الشاعرة مشكورة لإعطائنا سيرة ذاتية موجزة عنها وعن إنجازاتها وإبداعاتها. السلام عليكم. أنا نهضر معكم شوية في الدارجة. قبلوا علينا وصف. أنا خلقت وكبرت في لندن وعندنا الدارجة شوية اللي قلتنا من الوالدين، لكن ماشي دارجة العلم. أنا كاتبة وشاعرة نعمة شمشون، وعندي هذا الكتاب الأول كوفيد براري الكلمات ديال العقلية تحت الأطلاق، هو هذا الاسم ديال الكتاب. الكتاب تيفتش في مواضيع ديال فيمينيزم ديال كولتشر ديال ايدنتيتي والديواليتي، مثلا مع الناس اللي بحالي اللي تزادوا على برا لكن الاصل هي البلاد المغرب وديما عزيزه علينا. ونشكر الاستاذ كريم اللي تكلم معايا في فيسبوك وعرض عليا مدينه مكناس، شرف ليا كبير نكون هنا معكم ونشرف معكم الشعر ديالي. شكرا على ضيافتكم. إذن نمر معكم جميعا ونحن متشوقين للاستماع لقراءة أستاذ محمد شنوف. استمعت إلى قراءته الشعرية، لكن أنا شخصيا أول مرة أستمع إلى قراءته النقدية. بالتوفيق إن شاء الله والسداد بإذن الله. بداءة لا بد أن أعترف أنني لست ناقدا، أنا شاعر يجري النقد في دمه وأنا أكتب، لذلك لا تحاسبوني باعتباري شاعرا كسيريس زيدي وسيرجواني وكذلك الأخ روائي سي حسن إمامي وعبد الأسماء حينما وقفت عنها اليوم أمامي. نحن اليوم مع شاعرة من نوع آخر، بنكهة أخرى، بلغة أخرى. نحن اليوم مع شاعرة مغربية الذاكرة والأصل والهوية والجنود، متجنحة في شعرها بلغة شكسبير، يفيض خيالها إيحاءً وصدقا وجمالا، وهي تنسج حالاتها الشعرية بخيط سبحة من ذاتها المترعة بالجرأة الناعمة مرهفة الحس والسمع والرؤى تجاه كل ما حولها من دبيب وصخب وصمت وصراخ وقبح وجمال. قصائدها أنسام وألغام
تنشدها بسموق نخلة وارثة مغدقة الأكمام، وبصوت حاملة لرسالة من تحرر وتمرد وأضغاث أحلام، وتنشدها بحدة الراسخ في الصدق والجرأة والماسك بناصية سحر الكلام. يقع الديوان الذي بين أيدينا وهو COVID The World Divides Of a Mind Under Lockdown، براري من كلام لدماغ تحت الحجر الصحي أو تحت الإغلاق كما قالت، دماغ أو عقل. يقع الديوان في حوالي 64 صفحة ب 58 قصيدة من دون فواصل، حسب علمي حسب ما، من دون فواصل ومن دون صور تعبيرية، وبناء على ما يوحي به أو ما يوحي به عنوان الديوان وهو براري أو صحاري أو فيافي لكلام عقل تحت الإغلاق، يوحي العنوان أن القصائد كتبت أثناء الحجر الصحي under lockdown وخلال الأزمة التي مرت بها الإنسانية بسبب جائحة كورونا التي عمت العالم، وهي محطة جعلت كل إنسان ينقطع عن العالم في عزلة شعورية وفي لحظات عبور وعودة إلى الذات وإلى النفس. وربما في هذه الحالة لا يدرك عمق هذه الحالة ويسبر أحوالها إلا شاعر مثل نعيمة شمشو التي تتقن الغوص في الذات والرقص على إيقاع الوجود وترصد بذبذبات حسها الثاقب ما وراء الأشياء، وهي تجلس على ضفاف نفسها تنصت إلى صمتها الساخط في مده الجامح وجزره الطافح لترى بعينها الثالثة بلغة البودية ما لا يستطيع أن يراه غيرها. غاقتها حتى الإنجليزية ما نضيعش الوقت، ربما باش تفهم شنو قلت. If you want, I can translate it in English. Sometimes. As you like. So, وقد نصفها هذه الحالة بنوع من as we say brainstorming، وهو نوع من عصف للدماغ وللقلب وللذاكرة، أو هو نوع من تيار جامح من وعي وعواطف وتهاويم وأفكار. كل قصيدة في ديوان نعيمة شمشون صورة لحالة نفسية من حالاتها الملهمة النابضة لأحلام وكوابيس الحياة، وهي تستعيد ذكرى أو تقف عند حادث أو تسرح في تأمل داخلي أو تسبح في تيار من وعي أو تستسلم لتداعي الحر في حالات صعود وهبوط ascent and descent، بحثا عن سلام روحي مع الذات in search of a spiritual peace with oneself and with the milieu, the environment and with the other، كما تلخص ذلك قصيدة equilibrium in this poem. Okay, the idea is very highlighted and clear. So what I have been seeing is each poem in Naima Shamsun's collection is a depiction of one of her inspiring psychological states, pulsating with lives, dreams, and nightmares. As she recalls a memory or pauses at an incident or wanders in an inner contemplation or loses herself in a stream of consciousness, a stream of emotions, and surrenders to free association. In states of ascent and descent in search of a spiritual peace with the self and the other.
as the poem entitled Equilibrium expresses well, perfectly well. ليأتي الديوان في مجموعه مترعا لأغراض شتى. Many themes. كقميص يوسف الذي تغني اللي كيعرف منكم ذكرنا قبيلة دولي بارتن الأغنية ديالها Coat of Many Colors. Back through the years, I go wandering once again. Back to the seasons of my youth, I recall a box of rats. Someone gave us, I think, like this. Her poetry is like the coat of many colors of Joseph. أو يشبه سجادا كوكازيا, the Caucasian rats, أو زربية مغربية بالغة أشباهية. أو زربية مغربية مطرزة بأنامل ماهرة وبأنماط هندسية متفاوتة الأحجام وبحمولة عابرة للأعراق والثقافات والأزمان. ويتجلى هذا التطريز ليس فقط في نسيج الأغراض وإنما كذلك فيما تلحم به نصوصها وتضمنها من إيحاءات وإحالات إلى أعلام فكر وفلسفات وأدب وإبداع تعمق بها مضامين نصوصها وتغني بها أبعادها وتأسر بها خيال القارئ وفكره. مثلا في قصيدة أقول بك وهي في سياق الحديث عن رحلاتها على أجنحة كتاب يريحها من التفكير فرارا من هذا العالم الضرير. تأتي على ذكر جلال الدين الرومي وعالمه الصوفي طبعا. تأتي على ذكر فيلياس فوك وهو بطل رواية Around the World in 80 Days autour du monde pendant 80 jours les Jules Verne. وتذكر كذلك إنفيرنو قصيدة الجحيم وهي وصف لرحلة خيالية لدانتي نفسه عبر الجحيم طبعا بتوجيه من شاعر روماني فيرجيل إلى آخره. وتذكر أسماء أخرى كذلك كلها إيحاءات تطعم وتلحم وتعمق مضمون نصوصها وهي كلها إشارات إلى قمم وأعلام وروائع أثرت بشكل بليغ في المشهد الروحي والفكري والإبداعي عبر عصور شتى. تلود بهذه الإيحاءات وبهذه النصوص بلسما لما يحدثه هذا العالم من صداع وجروح ومتنفسا مما يسببه من ضيق ويأس وبلوى ونشوة تنشي أو تنسي ما تتركه تفاهاته من رتابة ومرارة وتذمر ونفور كما عبرت عن ذلك في أحد نصوصها كذلك وهي تستمد المعنى من حكمة قائلة A proverb that says All work and no play makes Jack a dull boy. وهي صرخة وأنين من ملل بوردم وقنوت وربما امتعاض من فراغ وتيه ليس فقط من امرأة تعاني من غربة وتقاوم مجرى الزمن الذي لا يرحم وإنما تعبر كذلك عن النفس المعذبة The tortured psyche of modern man تعبر عن النفس المعذبة لكل إنسان نموذجي معاصر أو حديث بما أحدثه العصر بحداثته ومكننته وماديته من ضحالة وتفاهة وخوف وجفاف وخواء وتيه وتشط كذلك وتجلى ذلك بسفور صارخ خلال فترة الحجر الصحي بسبب وباء كورونا كما ذكرنا الذي أنتج لنا هذه النصوص نصوص هذا الديوان. ففي كثير من نصوصنا تعرض إلى هذه الحالات وهذه المضامين مثلا ديكن بوستر
بانك not being panic. في قصيدة مثلا في قصيدة The Imposter وهي بعنوان المحتال. المحتال أنا أقول لكم بالعربية بحرمة خفيفة. في الغرف المتلألئة بالكريستال والفخامة النساء اللواتي يرتدين أعناق موديلياني المرصعات بالحلم والجواهر يتحدثن عن شباب البشر والتمارين الرياضية والتغذية عن الموضة والمصممين المتألقين في باريس عن البدانة المتخفية والرجال يرتدون إدلات أرماني والساعات السويسرية يستهلكون أعمالهم التجارية مع ويسكي الشاي. حكايات من أداء إلى آخر مش مطولش لكم. هذه مثل هذه النصوص بالنسبة لي تذكرني أو أستحضر معها حالة هاملت شكسبير. وهو يطرح السؤال المعروف المشهور سؤال وجودي الفلسفي وهو يقارب الألم والبؤس الذي ترسخ فيهما نفس الإنسان وتطيقهما حين يقول to be or not to be. That is the question. Whether it is not there in the mind to suffer the slings and to suffer the slings and arrow of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles all by opposing end. السولولوجي هذا هو المونولوج الدرامي الطويل وانا احفظه عن ظهر قلب طبعا الى ان يقول to die to sleep no more and by asleep to say we end وهي على بحر الايامبيك وما كيش بعدنا بحال خبب اولا المتغير خبب to die to sleep no more and by asleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to this consummation devoutly to be wished. وكذلك لا بد أن أستحضر هنا مع قصائدها أو قصيدة هما حقيقة عملان two masterpieces of T.S. Eliot The Wasteland الأرض الخراب وقصيدة مشهورة جدا The Love Song of Prozrock وهي قصيدة حقيقة عبارة عن مونولوج درامي ينقل فيه المتحدث الحزين مخاوف وانشغالات حياته الداخلية فضلا عن شرود في ترددات وأفكار تتلاشى في اتجاهات مختلفة كما تبر الرياح أوراق الخريف وهو يصور الإنسان اليوم مريضا مخدرا على الفراش في غرفة العمليات Let us go, you and I when the evening is spread against the sky like a patient with the rice upon a table إلى آخر قصيدة طويلة Let us go through certain hearty, certain street. حقيقة هي أشمل كل شيء أنا ما غاديش نقرأها ولا نترجمها طبعا. ومع كل هذا تبقى شاعرتنا على ارتباط بأصولها المغربية المسلمة الأمازيغية. أنا بين قوسين كبير الأمازيغية وخيا كدافع عليها. ينتابها كهبات من ذكرى من فخر ومن حنين وربما أحيانا تمر بنوبات من إحساس بغربة وضيق وتمسك وأنين كما قلت كما نجد ذلك في نصوص مثل ماما سويلكم قصيدة لها تتحدث عن بعض القيم المغربية خاصة فيما يخص الأكل الأكل وعندما نستقبل شي ضيوف ربما شفت من القصيدة نستقبل شي ضيوف وكانت الشاعرة نعيمة شمسون محرجة أن يلاحظ الضيوف طريقة الأكل عند المغاربة ولكن في نهاية القصيدة تنهيها بفخر واعتزاز بتقاليدنا وقيمنا المغربية وكذلك الليمبو قصيدة ليمبو وهي تشير إلى إقامة
وهذه معروفة عندنا إلى إقامة كثير من القامات الفنية والفكرية والأدبية هنا بالمغرب خاصة في طنجة متحدثة عن أجواء التعايش والسماحة. أنا ما كنقولش التسامح. أجواء التعايش والسماحة وقبول الآخر التي يعرفها المغرب ضمنيا وعمليا من دون بهرجة أو نفاق وغيرها من النصوص. الأسماء اللي ذكرت اللي كاتشيرلو عن بول باونز بيتر أورلينسكي أورلينسكي إيروين إيروين ألين جينزبرغ جاك كروات ويليام سباروز إلى آخره. كل هذا كتبته الشاعرة بضمير المتكلم. The speaker's voice, explicitly or implicitly. بضمير المتكلم الصريح أو الضمني. أحياناً الضمني أحياناً من أول نص في الديوان وهي تجلس تخاطب القارئ في مناجاة مع نفسها أو في مونولوج درامي. مثلاً في قصيدة القصيدة الأولى. Here I am. Yeah, no filter. No filter. Yeah. Here I am. Here I sit. Yeah. Here. هذه أنا جالسة هنا. أرتدي سترة البالية. الحكم هذا متدارك. هذه أنا جالسة هنا. أرتدي سترة البالية. أتقبل التوالي عن الأنظار. أنهر هشاشتي. هل لا مكان لي أو قيمة؟ هل ها أرتدي تجاعيدي؟ ها أرتدي تجاعيدي قبل الأوان نسيجا من قماشي الخيش أو رمادي. طبعا هناك تعبير إنجليزية في كل تقول ها أرتدي تجاعيدي قبل الأوان نسيجا من قماش الخيش أو رماد. هل علي أن أعيد اختراع نفسي من أجل تسويق جماهير وسائل التواصل الاجتماعي؟ نوفيلتي هيا قدامي هنايا. أنا باش ما ندورش نعرف غادي ندور وندخل سميتو لالا ميرا كنعرفها بليك تدخلي معايا ياك إلى آخر النص. قلت من أول نص هذا وإلى آخر نص وهي تتحدث بضمير المتكلم إما ضمنيا أو بشكل صريح إلى آخر نص وهي في وداعكم. Goodbye to you. Okay. Clocking out, mom. Yes. Yes. Just have very little to kill me to go. Of course. Okay. في وداعكم. في وداعكم. To say bye-bye to mom. Yes. Yes. وهي حفرة. أنا ما فهمت أن الابن يودع أمه. Your son is saying bye to you. I'll get to go to the Far East. Yes, okay. في وداعكم تقول تبادلت كلمة الوداع عند الباب. اختنقت بانكسار قلبي. الابن على وشك المغادرة والحياة في حقيبة على الأرض. إلى آخره من طرش القصيدة. نعطي دمعة كلام النصوص ديالها ولكن أنا كنترجم على الأحياء. كما أن لي
الشاعرة نصوصا جميلة لا تخلو من إيحاءات حسية آسرة وإطارات بليغة خفية. لا أقدر أن أقرأها، هناك جرأة في the very audacious. حتى اللي راه يشوف الديوان. I said there are also some beautiful texts that are not devoid of a captivating sensual suggestions, yes, and hidden excitement, of course. المدام يبحث في حاجة كثيرة، ما بغيتش أنا نلتزم مدامين باش ما نتفقش عليكم، غادي نمشي نتاع الجانب الفني نسبيا. هاد القصائد على ما يبدو تعبر في آن وهي تتكلم بضمير المتكلم، تعبر في آن واحد عن قوة الذات الشاعرة وعن في نفس الوقت وعن قلقها بشأن الوجود. قوة وقلق أعطيا حياة وزخما لنصوصها بلغة شعرية منتقاة. Very selected poetic diction. بلغة شعرية منتقاة وغنية في مفرداتها rich in vocabulary وقوية الإيحاء ومتبلة أو متوبلة أو متبلة بلغة العصر ومسمياته حسب الحالة الشعرية التي تكون فيها والرسالة التي تريد إيصالها والسياق الأساسي للنص. تأتي القصائد على غير نمط محدد بمقاطع مختلفة العدد والطول، أحيانا على شكل أبيات من سطرين وأخرى من مقاطع ثلاثية أو رباعية أو أكثر من ذلك. stanzas. different rules. different lines. different okay, number of lines. So you cannot okay, describe a poem. You cannot give a special. Okay. You cannot ascribe your poem to a special poem. Particular structure. So, أو تجمع وهي في أحيانا تجمع بين هذه وتلك في قصيدة واحدة. طبعا ولأنني شاعر لا أرى الشعر خارج الإيقاع. لا أرى الشعر إلا بإيقاع. أو وزن أو موسيقى. I cannot conceive poetry without music, without rhythm. أو موسيقى فإني دخلت أجواء نصوصها كذلك من باب إيقاعها النفسي your psychological rhythm الذي كتبتها بها منصتا لنبض قلبها لأجدها حسب تقديري وتجربتي مع كتابة الشعر الإنجليزية وحسب معرفتي المحدودة بعروض الشعر الإنجليزي وإن كان لا يتعدى 5 حروف. أجدها تنتقل من وزن إلى آخر ومن سطر إلى آخر في كل نصوصها تكتب بإيقاع خارجي وداخلي مستعملة صورا فنية بلاغية ومحسنات لفظية وقواف تملأ جملها الشعرية بموسيقى آسرة ترقص السمع وتعمق الإحساس وتقوي نصاعة المعنى. سأقف هنا لأقول ديوان الصديقة نعيمة شمشون هو مشموم شعر، مشموم قصائد، وبستان ورود جدير بكل قراءة ودراسة واحتفاء. شكرا للجمعية المغربية التي يرأسها أخي وصديقي السيد
كريم خرجوش في الهواء ما كاينش هنايا الذي شكرا على دعوته للمشاركة في تقديم هذا الديوان ولكم وله للجمعية وللشاعرة نعيمة شمشون لها مني أنا الشاعر محمد شنوف كل المحبة والإعجاب والتقدير وشكرا لكم. هذه أول تجربتي مع النقد. الله يبارك فيك. إدريس مات ما جمعش الملاحظات بزاف. نشكر الأستاذ والشاعر محمد شنوف على هذه القراءة التي حاول من خلالها أن يعرج على الكلمات والموضوعات التي تناولتها الشاعرة في هذا الديوان، بدءا بالوقوف عند التأمل الداخلي الذي انتابها وانتابها جميعا في وقت الحجر، لما طبق الحجر اجتمعنا وانصتنا الى ذواتنا وتاملنا في الحياه ووجدنا صراحه لا شيء، انتبهنا خوف فظيع، يعني استعنا بالدعاء، استعنا بحسن الظن بالله وتشبتنا بالله سبحانه وتعالى وقوينا النفسيه والايمان. مرض في هذه الفتره، اذن الا انه بعد كل ازمته يعني نخرج منها بسلام، تولد عند الموهوبين بعض القصائد، ويقول الشاعر في هذا الصدد انه مع كل دمعه كانت تولد عنده قصيده، فلولا المعاناه لما انتج العديد من الناس يعني المضار من الشعر والروايه والقصه، والقصه القصيره جدا وغيرها من الاجناس الادبيه. عندنا ايضا تعدد الأغراض كما قال الأستاذ، أنها عدد الأغراض في هذا الديوان، يحضر أيضا الشعر الذاتي من خلال يعني الديوان، وقرأنا نفسية الشاعرة واطلعنا على جانبها الداخلي من خلال بعض المونولوجات والحوارات الداخلية التي أدمجتها في هذه القصائد. عندنا أيضا قضية مهمة جدا وهي ما يتعلق بالثقافة الكونية التي جاءتنا بها الشاعرة من خلال هذا الديوان، وهذا يعني شيء مفترض في الشاعر الحداثي، وهو تجديد الرؤية والانفتاح على الثقافات والحضارات والأساطير العالمية وتوظيفها فيما يتعلق بهذه الأجناس الأدبية. عندنا حضور من خلال هذه النقطة، يحضر عندها أعلام الفكر وأعلام الفلسفة وبعض النظريات الفلسفية وغيرها من الأشياء التي استوحتها من الحضارات والثقافات المتعددة. عرج أيضا الأستاذ شنوف على شيء مهم جدا وما يتعلق بثقافة الرحلة أو حضور الأسفار. تعودنا جميعا على أنه في عالم السرديات خصوصا وحتى في عالم الشعر، باعتبار ان الشعر اليوم يعني اصبح هو قصه، واصبحت القصه هي يعني السرد، يعني يعني هناك نقاط التقاء كثيره جدا اصبحت تجمع هذه الاجناس، حتى ان بعض المنظرين يعني نظروا والفوا كتبا نقديه يطرحون فيها التساؤل ما هو الفرق بين الشعر والقصه والرواية أو المسرح. يعني هذه نقطة مهمة جدا، حيث أن البطل أو يعني الشاعر أو الذي يكون في وضعية صعبة غالبا ما يبحث عن الحل من خلال السفر. فإذا عدنا إلى مثلا مسرحية شهرزاد لتوفيق الحكيم، في هذه المسرحية لما سيتعذر على شهريار أن يجيب نفسه يعني عن بعض الأسئلة المحيرة التي عاشها، حاول أن يخرج في رحلة مع وزيره قمر ليجرب فعلا هل يستطيع أن يعيش بالمعرفة بعيدا عن الجسد وعن الروح. ف
ففعلا في البدايه استطاع ان يعني ينسى شهرزاد وان لا يتذكرها خلال بدايه الرحله التي كان يتذكرها وللعجب هو وزيره القمر كلما حل بمنظر جميل او يعني عند غروب الشمس الا وتذكر شهرزاد عوض ان يتذكرها شهريار الا ان هذا العناد لم يدم طويلا فاضطر اخيرا ان يعود الى القصر وان يعود الى شهرزاد ليؤكد فكره اننا لن نستطيع ان نعيش جسدا بدون روح او روحا بدون جسد ولن نستطيع ان نعيش بالمعرفه دون ما يتعلق بالاحاسيس الا سنبقى معلقين بين السماء والارض لن نكون من اهل البرزخ والسماء ولن يعني نستطيع ان ننزل على الارض لان جاذبيه الارض اقوى واقوى الارض يعني الاحساس والشعور والود والدفء والى غير ذلك ف يعني كل الكائنات الحيه الا وهي في حاجه الى هذه يعني الى التطعيم الروحي والا يعني لن يعني نكتفي بالتغذيه الاخرى نعود معها ايضا تذكرنا برحلات السندباد والبطل حينما يخرج للبحث عن الرزق او كذا اي مشكله تعترضه الا ويذهب في ما يتعلق بالرحله حضور النفس الصوفي الغريب جدا ان الصوفيه يعني هي راحله عبر العالم يعني وتحضر في يعني ديوان الشاعره بشكل يعني قوي جدا كما قال الاستاذ حيث انها استلهمت ايضا بعض اقوال المتصوفه ويعني ادمجتها فيما يتعلق بهذا الديوان الذي تحدث عن الحب يعني فلسفه قدسيه اهل الصوفيه الذين يعني اذا اعجبت كثيرا لما سمعت انه يحضر في ديوانها ما يتعلق بهذا النفس الصوفي. ايضا البحث عن البلسم. البحث عن البلسم اصبحنا نسمعه في جمل الكتابه المعاصره وكاننا كلنا نحمل عللا فالذي نظم مسرحيه او روايه او قصيده الا ويذكر العله في مقابل البلسم او يذكر المرض في مقابل الدواء او العزاء فكلنا نبحث عن الشفاء وكلنا نبحث عن يعني محاربه هذه العلل اذا فهذا يعني نخرج منه ان العالم اليوم كله يعاني من شتى العلل وكلنا يبحث عن بلسمه من جهوداته الخاصه عندنا هذا البلسم بحثت عنه لما تصدعت جروحها وربطت هذه الجروح هي في الديوان بكوفيد يعني وبكوفيد جاء كرمز فقط اذا يعتذر الاستاذ النظيف فعلا نبت عنك في انتظار تحضر لما لم اشاهدك القاعه اجي 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 لا 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 ارجوك إذن جاء ليعتذر على عدم حضور ظروف العمل خارج اعتراضته محمد أمين نظيفي. من طريق هذه الخلاقيات أننا نعتذروا كان ودي نكون حاضر ولكن ظروف العمل ما سمحاتش كنعتذر لأخي خربوش وكنعتذر للحضور كامل. شكرا أستاذ. إذن أتابع أيضا ما يتعلق بحضور الصرخة والأنين. إذا حضور الأنين يدل على الصرخة يدل على المعاناة. إذا أكيد أن هذا الديوان يحمل ما يحمله من معاناة. أول شيء نركز عليه ونعرج عليه هو الغربة. ما من مغترب يعني إلا ويعاني من أنين الغربة التي نستغرق اليوم من أن يعني مجموعة من الشباب بدأوا يتوقون إلى هذه الغربة ويحلمون بها. بينما العديد من الذين رحلوا كرها الى اوطان الغربه بكوا شوقا وحنينا الى اوطانهم. فيما يتعلق بذمة الغربه ليست جديده على الشعر العربي فترجع الى شعراء النجف الذين هاجروا قرارا لما استوطنت اوطانهم ولم يرضخوا المستعمر ولم يقبلوا جور الحكام فراوا انه من الحل ان يهاجروا فهاجروا الى امريكا الشماليه واسسوا هناك يعني رابطة يعني نعم ويعني حاولوا أن يتأقلموا إلا أنه شعرهم الذاتي إلا أن شعرهم الذاتي جاء مليئا بالبكاء البكاء والحنين إلى طبيعة لبنان الجميلة وإلى الأهل وإلى الأحبة. يعني
يعني هذا يذكرنا ايضا بديوان الشاعر ريم السيد سورياليزم الذي سبق وان يعني تعرفنا عليه من خلال حضورها لمدينه مكناس في ايطاليا لقراءته لهذا الديوان الذي هو ايضا محمل بشوقها الى لبنان رغم انها تسكن باريس يعني مدينه يعني كذا وبالتالي تبقى دائما الهويه الجغرافيه يعني تمتصنا وبطبيعه الحال يبقى الحنين الى تربه البلاد شيء مهم جدا فالمغتربون لا يشعرون بالراحه والطلاقه الا لما يعبرون الحدود فلذلك نراهم يعني في نشوه وفي فرحه عارمه جدا اثناء معانقه تربه الوطن. حضور يعني النفسية المعذبة لكل من يتصل بالجدية شيء جميل جدا تقارب الأستاذ محمد الشنوف صحيح أن الجديون معذبون خصوصا فيما يتعلق بهذه الفترة التي تردت فيها القيم أصبحنا نعيش على أنواع من الخلل أصبح من الصعوبة بالمكان أن يندمج الجدي في هذا المجتمع الذي شاعت فيه النوادر الذي كان نادرا في صدر الإسلام أصبح اليوم من الظواهر وانعكست الأشياء حتى أصبحنا أحيانا نقول لا نصلح لهذه الفترة حبذا لو يعني عشنا في فترات سالفة لنعانق تلك القيم التي كانت سائدة في تلك الفترة إذا كل منا إلا ويقع له هذه الأشياء التي تحدث عنها يعني قابلت بين الجدية وبين العبث والخلل أصبحت اليوم الحياة يعني مليئة بالعبث وبالخلل الشيء الذي يعني أصبحنا نعاني معه بطبيعة الحال بشدة حضور التقاطع بين الأجناس الأدبية بين الشعر وبين مسرح شكسبير وغيرها من الأجناس الأدبية الشيء الذي يؤكد الفرضية السابقة حيث قلنا أنه لم يعد هناك حدود بين الأجناس وهذا ما ندخله نحن فيما يسمى بالتنصت الأدبي يعني بين جنس الشعر وبين المسرح وغيرها من الأجناس الأدبية. ارتبطت الشاعرة بالأصول المغربية الأمازيغية شيء مهم جدا وهذا قلت يعني الإنسان ينزع من جذوره دون ما شعور وبالتالي فقد نعتز ببلدتنا ولو أنها بلدة صغيرة وبلهجتنا التي هي ربما لهجة غريبة عن العديد من الناس لما نجد فيها نفسنا وأن نحيا الإحياء والثقافة الأمازيغية هي اهتمام مجموعة من المنظرين والكتاب في الوقت الراهن حيث حاول الرجوع إلى المحكي الشفهي الأمازيغي ومحاولة إخراج الوجود بشكل جديد عبارة عن مسرحياته ويعني آخر ما كتبه الدكتور عبد الرحمن زيداني هو مسرحية مسافر في شغف مجنون مثلي وتسليت وهي مسرحية مهمة جدا إذا حاول عبرها أن يدمج مسرحا في مسرح مسرحية مثلي وتسليت الشفهية الأسطورية الأصلية والمسرحية الجديدة التي هي سفر في شغف مجنون وكيف حاول أن يربط بينهما ليخرج بنا إلى نقطة الاتفاق بين المسرحية الأولى والثانية. عندنا حضور قيم الإنسانية السامية جميل جدا يعني فيما يتعلق بالديوان وهذا فخر لنا جميعا ولكل الحضور ولأهلنا وذوينا وللمغاربة جميعا. من حل عندهم أكرموه ومن دق بيتهم ضايقوه ومن أحبهم عانقوه ومن صادقهم أوفوا له. إذا هذه القيم معروفة عنا يعني أينما يعني حللنا وارتحلنا كل من زارنا إلا ويشيد بالتعايش والسماحة وقبول الآخر دون نفاق أو بهرجة. إذا هذا معروف على المغاربة. نظمة الشاعرة بدم المتكلم هذا يعني على حضور الشاعر الذاتي يعني في الديوان على أنه على أن الشاعرة يعني تحكي عن نفسها أو تنوب بضميرها عن ضمير الجماعة أو تنوب بصوتها عن صوت الآخرين. شيء جميل جدا أن ينوب المثقف اليوم عن صوت المهمشين وصوت يعني كل من يعاني في صمت لأن المسؤولية اليوم وقعت على عاتق المثقف يعني هو الذي بيده أن يوصل صوت هؤلاء المستضعفين
وأن ينوب عنهم في تبليغ المعاناة. هذا ما جعلها تدخل إلى مواضيع ذات الطابع الإنساني. الديوان مليء بمواضيع ذات الطابع الإنساني، وهذا من طبيعة القصيدة الحداثية اليوم، تجاوزت الذاتية للاهتمام بما هو قومي ووطني، قومي عربي وإنساني. وصلنا إذن هنا أدخل إلى الحديث عن لحظة الفراق. لحظة الفراق إما بتزويج الأبناء أو يعني استقلاليتهم ليشعروا بذلك الفراق أكثر، هي تكون في علاقتها بابنها، وهذا يرجعنا إلى عقدة أوديب يعني المعروفة يعني بشدة تعلقه بأمه. جميل جدا كيف صورت يعني ما شعرت به لحظة الفراق. كلنا يعني ربما مع الأبناء نجتهد ونكيد لنوصلهم ويعني نتمنى لهم يعني الزواج وكذا، ولكن ليلة الفراق يعني لابد أن الأم يعني تشعر ب يعني إحساس غريب جدا تجاه هذا الإبن الذي لا يجب أن ينساها مع زوجها ومع ديار الغربة، لأن الثغرة دائما ستبقى يعني قائمة في قلبها. قهوة ارتباط الشعب بالإيقاع، هذا شيء جميل جدا تحدث عنه الأستاذ محمد شنوف، أن الشعر أولا هو يعني إنشاد، نقول ننشد الشعر ولا نقرأ الشعر، والشعر قبل أن يعني تقرأه العين يعني يقرأ على الأذن، وأذننا موسيقية يعني طبيعة الحال تعرفه من خلال الاستماع. هل الإيقاع يعني أول ما يشد يعني القارئ إلى النظم هو يعني ما يتعلق بهذا الإيقاع. لذلك يعني حتى إلقاء القصيدة يعني سنستمع بعد قليل إلى الشعر وهي تلقي بعض قصائدها، ضروري يعني بعد، لأنه أن ننوب عنها في القراءة ليس هي أن تقرأها يعني. وكان يعني بالمهم جدا أن يتدرب الشعراء على الإلقاء، لأنهم يعرفون جدا على أنهم سيجذبون الجمهور الحاضر من خلال حسن الإلقاء. ومن المعروف يعني في تاريخ الشعر العربي على أن الشعراء بعض الأحيان كانوا يعني يطلبون من بعض الشعراء الآخرين المعروفين بحسن الإلقاء أن ينوبوا عنهم في إلقاء قصائدهم لعلها يعني تترك صدى حسنا ويستحسن الاستماع إليها كشوق. مع حافظ إبراهيم دروس تبرش الإيقاع. نمر الآن بعد هذا على هذا الديوان الذي يبدو قليل الصفحات كثير التيمات ويعني كثير يعني مكثف من حيث المحتوى والمضامين. وهنا نستشهد بالقول الشهيرة للفيلسوف التي تقول حينما تضيق العبارة يتسع المعنى. إذن هنا رغم أن العبارات أو الحجم ضيق فالمعاني كثيرة وكثيرة جدا. نرجو لها الاستمرارية بما نقلت على أنه الديوان الأول لها. ثاني إذن لها ديوانين، الآن نتمراها إن شاء الله الاستمرارية ويعني النجاح والمزيد من العطاء. نمر الآن إلى الممثلة والفنانة عفاف أسطوط، والتي يعني نلتقي بها للمرة الثانية بعد أن استمعنا إليها في إلقائها لدور العروف في مسرحية حضرة البوح لويزا ومارين، وكلنا أعجب بطريقة يعني قراءتها لما يتعلق بتلك المقاطع من تلك الفصول. إذن قراءة ماتعة للحضور الكريم، فتتفضل عفاف مشكورة للقراءة. Take flight on the whisper air of a page gently turn. Free your mind from the here as reality is a germ. The filial spark of literature cocooned in your ascending balloon.
as a reader and written cover over the acts of heroes and loons. Spare cup with Dostoevsky, with your coffee cups aligned, prevalent in deliciousness and the bitterness and the addiction over the story of time, a fight accomplished, ruminating with Rumi in the mystical Middle East, at the call of Sufis, dancing into the voices, stroking the ends and as each page turns, gobbling the grandeur as dance and film magnificently burns, vibrating as our continent pours, rolling the projector of the mind, plots that entice like a rabbit hole, a gateway to value lost in time, predicted future. Fall of hyperbole, a library card passport to the dreams being done. هذه القراءة الشعرية الرائعة بمزيد إن شاء الله من التألق والإبداع، تصفيقات حارة على الممثلة الصاعدة. إذا مر اللحظة إلى وصلات موسيقية مع الفنان سفيان الوهبي، والمصاحبة الموسيقية سيقودها لنا المراقشي. فلنتفضل. ما انا علاش معكم واحد الشاعر اللي تيفتش في الكولتشر ديال الانترنت وكي تيحتفل بالحاجه الماتيريالي. No filter. This is me. Here I sit. Growing into my age jacket. Accepting my invisibility, rebuking my fragility. Am I irrelevant, wearing my wrinkles as a sackcloth and ashes? Should I reinvent myself for the applause of the social media masses? Twittering on Twitter, showcasing shells on Insta, scrolling and trolling, perfecting personas on FB, a photoshopping melee, a veil of airbrushed sadness. I need more because I am less. Filtering faces and not words, subsisting on praises, captive in light cages. The eyes that don't see me, the ears that don't hear me. Should I put on my filter and dance to the hollow beat of a digital trance, a pound of flesh under the knife, erasing evidence of a lived life, fattening up my lips and arse, a fatted calf, as a stranger berates me in the looking glass? Are my eyebrows on fleek? Am I scathingly savage enough? Am I too woke or not enough? I log in and await your critique.
Let's celebrate the cover, not the book. Post a pic as the panel rates you. Have an opinion and we hate you. Immersing ourselves in a virtual brook. I've wandered the London streets, donning my expiry as an invisibility cloak, as the gaze of the lit quickly retreats before dissolving into the city's big smoke. I've sat with Elliot as we shared despair, after shop worn, shared niceties over tea and cakes and ices, exchanging troughs and peaks as we laughed and cried, bitching with Bukowski, waving to Sylvia as we died inside. Empty voices filling the space with speech, their flawless faces behind a screen. Me, out of touch. Them, out of reach. The reality in the virtual scheme. I have haunted the void in between. Should I question the truth whilst believing the lie? The hordes flocked to TikTok, famous 15 minutes to shock, to rock, to mock, to exhibit without limit. But I am old, and the light in their eyes has died. Thank you. ديوان الشاعرة وتقديم نبدأ بتقديم تروفي للشاعرة نعيمة شمشون ويقدمه الأستاذ محمد شنوف فليتفضل مشكورا أستاذ رجواني فليتفضل صورة الكادية مع صديقه محمد شنوف. Thank you.
كريم ديوان الشاعرة فل ستتفضل مشكورين لتوقيع الديوان نبتسم التوقيع الآن لديوان نعيمة شمشون سيدة فاطمة سيد زيان هدية لا مادية عبارة أستاذ نعيمة شمشو وهي عبارة عن مؤلفات للدكتور عبد الرحمن بن زيدان حضرة البوح لويزا ومارين والمسرح أحوال جماعية في مولودراما زينة قدسية وأصفار في أسفار في شغف مجنون لاستيوة سليت والطيب الصديقي المخرج المتعدد في صناعة الفرجة ومقامات القدس في المسرح العربي الدلالات التاريخية والواقعية علي زيان دور هاكو 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 شكرا شناهي المنظمة شناهي المغربية على هذه الأمسية السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا سعيد جدا أن أتواجد في هذه الأمسية التي أرجعتنا إلى سنوات وخاصة في الحجر الصحي. سؤالي مباشر. استمعنا إلى ثلاثة قراءات. وأعتقد أن الأقرب كانت هي للأستاذ الشاعر سيشنف. ما يعني ما رأي الشاعر في ذلك؟ لأنه عندما قرأ رأيت أن الشاعر يعني تسير على منوال الإيقاع الذي نعرفه للشاعر في جميع قصائده. كذلك حبذا لو أعطتنا يعني تاريخ إصدار هذا الديوان ولماذا كان هذا التأخر في عرض وإمتاعنا بالحالة التي يعني كانت في هذا التي يعكس هذا الديوان الى هذه الايام التي يعني قد مر على الحجر ربما ثلاث سنوات او نعم ثلاث سنوات واتمنى لها كل التوفيق شكرا لك اصحح فقط معلومه للاستاذ بلبل وانني لم اقدم قراءه انا بل انا قدمت تعقيبا فقط عن قرأت قصيدة للديوان أظن القراءة القراءة الشعرية يعني القراءة النقدية أما أنا أشكرك على تقديمك الرائع العفوي تقديم العفوي لأني عودت الأستاذ أمين أمين النظيفي الذي تأخر فطلب مني الكريم فطبعاً من بيت الدعوة Should I answer in English or in Darija? Darija. Okay. The performance in the shape. Shukran. Why did you delay your COVID? Oh, why did I publish so late? So late after 3 years, I think. Huh?
After 3 years. Well, COVID was 2022, and Seijin was this year, so 2 years. 2 years. Why 2 years? Why 2 years? Well, because collection so much. As you put the collection, كانوا يسمى يرى collection كبيرة. The collection 10 يرى الأغلبية يرى كتبتها في المغرب. باش كنت مسافرة في المغرب راه فيها الشعر فيها طريق المرزوقة الاسم ديالو طريق المرزوقة فيها شعر واحد سميتو إفران وشفشاون وخديت الإلهام بزاف من البلاد فاش كنت مسافرة في البلاد والكوليكشن الثانية هي راه تتشبد المغرب بزاف وتتفتش أولسو في الأصل والأوريجين وكل شق أمازيغ دابا ممكن The first or the second? The first. The first was October 2022. يعني يحمل مختلفات يتوقع يعني صدور الديوان بكوفيد ربما يعني هي جمعت العديد من القصائد قبل وبعد كوفيد واختارت ان تعطي هذا الاسم لهذا الديوان لانها تحدثت عن الشتى التي اصابتها العالم وعن عدد المترديات التي حاولت ان تبرز اليها من خلال كوفيد ولكن الديوان يتحدث فقط عن فيروس كوفيد إنما العدد من الفيروسات التي اكتسحت عالمنا والنفوس البشرية ونحتاج إلى أن نقف عندها ونبحث لها عن أسفار وعن يعني شفاء عاجل. أستاذ محمد الشفتان تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة جلسة ماتنة وكانت في لست أهلاً للكوفيد ولكن أنا أقدم انطباعاً الأخ شملوف اليوم يظهر بمظهر جديد وتواضعاً قال على أنه ليس ناقداً ولكن ظهر ناقداً مبدعاً لأنها ليست بطريقة النقاد الأكاديمية فتوفق في مقامه كذلك أستاذ الرئيس التي قدمت فهي معروفة بإضافاتها وبترتيبها وبعمقها في التهميل وفي التركيب وكذلك في التعليق والتقويم وهذا شيء يعجبني كثيرا وقارئة المتمرسة المحترفة كذلك أعطت لهذه الجلسة طابعا جماليا في مجال القراءة وتبقى زهرة هذا الحفل كانت أيقونة وما أعجبني هو أنها أتت بمبدعة المهجر مبدعة المهجر قليلون هم في المجال في اللغة الفرنسية هم كثر ولكن في حسب علمي في المجال الإنجليزي فها هي تظهر أمامنا أيقونة من الدرجة الممتازة قلت لها بالإنجليزية تحدث معها أنني لا أعرف الإنجليزية وكانت تجيبني باللهجة المغربية فكان واحد ثنائي والآن جاء أصدقاء إلى جانبي وقال لي يجب عليك أن تنظم كذلك أنت بالإنجليزية فأخذت مقطعا وقلت هكذا يمكن أن نكتب الشعر إذا قالت لي شكرة عليك أن تتعلم اللغة وفعلا سأحرص إن شاء الله على قراءة هذا الديوان سطرا سطرا وإلى جانبي القاموس الذي يعلم ثم سأتفحص هذا الديوان ما أتشارك به معك هو أنك كما وضحت الأستاذة كتبت هذا الديوان ما قبل كورونا
وما بعد كورونا، لكنني نظمت ديوانا أثناء كورونا وأنا على فراش الموت، وكل من كان يهاتفني أكتب في حقه قصيدة من خلال معرفتي له بعنوان صورة لقصيدة في زمن كورونا، وقد قدمته في إذاعة الجهوي بمدينة مكناس. السؤال، هل هناك لم أتحدث عن أنك كذلك من الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، فأنت سفيرة الصحراء في خارج الوطن، ولنا الشرف بأن نفتخر بك في مدينة مكناس. بنك القصر الكبير، لا عرفت القصر الكبير، أنا التقطت خطأ هذه هي القصر الكبير مع وزان مع شفشوان مع العرايش، وسكنت كتبت قصيدة في القصر الكبير عن الأميرة المحبوبة المرحومة لله أمينة في القصر الكبير. إذن معذرة على أن هذا الخطأ الغير المتعمد. سؤال، هل ستستمرين في نظم الشعر في أغراض ومواضيع متخصصة، ديوان بهذا الموضوع وديوان بهذا الموضوع وديوان، أم سيبقى الأمل هو أن تكون تجارب حياتية تترجم إلى قصائد؟ ونشكرك جزيلا وأشكر الإخوان على نجاح هذا التوقيع، وشكرا لكم. I don't think I'm going to be writing another collection at this moment. Okay. شاك قلت ما في الوقت ما تنكتب الشعر في الوقت اللي أنا تخدم في النوفل. يعني كنت ندير قصة الوالدين كي داروا جو من المغرب لانجلتير، الوالد كان انتحر في فيتنام مع الفرنش، جدي كان في اسبانيا في السيفل وور under Franco. I mean, what I thought it very interesting with the project in that world. هني أن لها بتعدد العطاء في جنس الرواية أيضا، وشكرا للأستاذ محمد جيتان على ثقافة الاعتراف في حق الأستاذ محمد شنوف وفي حق كل من ساهم من قريب أو بعيد في إحياء هذه الأمسية الثقافية تكريما لهذه الشاعرة سفيرة المغرب في بلادي المهجر. نمر إلى الأستاذ أحمد الرجواني. شكرا أستاذ على الفاطمة ميلاد، شكرا أخي الكريم الخربوش على الأمسية الرائعة، سي محمد شنوف، نعيمة شمشون. لم يكن بودي أن أتدخل، أنا ضرب الدارجة باش تفهمني أكثر، ما كنتش باغي نتدخل في هذه الأمسية، ولكن وجدت نفسي لقيت راسي مدفوع بأنني خصني نقول شي حاجة. بالأمس كنا في زيارة الوالد، وما لاحظته هو تشبث التوكي إصرارك على أنك تأخذ صور واحد المسائل اللي هي عندها مرجعية أسطورية، عندها مرجعية تاريخية أنثروبولوجية، يعني تلك الصور اللي كنت كتأخذي عندها دلالات، مجرد أنك تأخذ صور من ذاك هذيك وكديري بحال هذوك التوريست اللي كيجيو عندنا ما كيتصوروش هما مع ليمونيمو مع لا كيصوروا داك الشيء وكيديروا، بمعنى اخر حتى انت كنتي كديري، ولكن حنا صبرينا على انك نصوروا حتى انت مع داك الشيء باش تبقى الذكريات. هذه ملاحظه اللي ربما السي محمد شنوف هو اللي خلاني نقول هذه الهضره هذه من خلال ديك القراءه اللي قدم،
لانه قدم واحد القراءه انا ما كنعرفش الانجليزيه، ما كنعرف نقول جمله واحده give me case please اسمعني هي اللي كنعرف نقول. اذا هذه المساله كنزيدها على الحوار اللي كان بيني وبينك في فيسبوك لمده سنه تقريبا، السفر ديالك لجامعه ابن زهر اكادير مؤخرا لواحد الشهر باش مشيتي وقعتي الديوان ديالك تما، الشيء اللي قدم السي محمد واللي قدمته الاستاذه فاطمه ميرات كذلك في شان هذا الديوان اضاء الكثير من الاشياء وجعلني وكانني قرات الديوان بحال اللي راه قريته، لانه صور رائعه صريت انا والاستاذ السي خالد استاذ جامعي للغه الانجليزيه وصديقي واستاذي الى اخره، ولكن كنهضر انا وياك قلت له شوف ديك الصوره كي دايره حمقه نتاع داك الدري اللي غادي مسافر وكتهضر تهضر تهضر واحد الوقيته كتقول لك الروح في الحقيبتي على الارض كتهز كتمشي واحد هذا الفعل شويه ديال الفلسفه شويه ديال الوجوديه شويه ديكزيستونسياليزم بواحد الشكل ديال الاشكال واحد بمعنى اخر انه من خلال القراءات التي قدمت ومن خلال الصوت اللي سمعناه عند عفاف من خلال الصوت ديال عفاف الزطوطي من خلال الوقوف ديالك والتقديم ديالك لديك القصيده كاين شي حاجه الشعر كيوصل بالروح كيوصل بالعواطف كيوصل رغم العائق نتاع اللغه ولكن كاينه لغات اخرى في الشعر كاينه لغات اخرى في الشعر خاصها توصل كاين سياحات كاين الشاعر لا يقول شيئا عن هوى الشاعر كاد ان يكون نبيا او فيلسوفا على الاقل على الاقل بمعنى اخر انه كنحييك وكنحيي هذه الاوقات الجميله التي قضيناها هذا اليومين وكنحيي هذه القراءات اللي درت في واحد الظرف وجيز وسي كريم وما عنديش سؤال لك شكرا لك وشكرا كريم نشكر باسمكم الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باسم رئيسها كريم خربوش الذي سيختم هذه الجلسة بكلمة اختتامية. السلام عليكم. بادئ الأمر أود أن أوجه التحية والشكر لهذا الحضور الجميل اليوم اللي صراحة زادني فخرا وعزما إن شاء الله على الأنشطة المستقبلية للجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن إن شاء الله غادي تكون نعلن أنه غادي يكون إن شاء الله اللقاء الجاي تقديم وتوقيع وتكريم الأستاذ محمد شنوفي. تنشكر الحضور الكريم كل بصفته وأشكركم كاملا جميعا وكل التحية والتقدير لكم جميعا. الآن نمر إلى صورة جمالية كتذكر لهذا الجمع الجميل اليوم وشكرا لكم جميعا.